المقابلة كنا عارفين غتكون صعيبة، واهي اللي كان يقول بأن المقابلة تكون سهلة. فريق حرية كنا راجع من جوج ديال الهزائم، فكنظن كنلعب حتى هو آخر الأوراق ديالو، آخر الحظوظ ديالو. هادشي حنا كنا عارفينه كلاعبين، كطاقم تقني وكمكتب مديري. كنبغي نشكر اللاعبين على القتالية ديالهم، كنبغي نشكر بشعير المباركي السي محمد البكاري وسيد غاي على الأداء اللي عطاو، على المردودية ديالهم. بالنسبة لنا حنا اليوم كنا كنقلبوا على النتيجة أكثر ما كنقلبوا على الأداء. 9 نقاط كتعطينا بأننا غنكونوا متصدرين المجموعة ديالنا، وكتعطينا بأننا ندبروا المقابلات المقبلة باش ندوزوا الأدوار المقبلة بإذن الله. سي عبد الله، الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي كيحتج على الأثمنة ديال التذاكر اللي طرحهم المكتب المسير، وشنو المقاطعة ديال الكور في السوق؟ اش كتقول السي عبد الله في هذه المسألة؟ كنحتارموا القرار ديال الجماهير ديالنا. بطبيعة الحال المعيشة كما كنشوفوا الأوضاع المعيشية، الجمهور كان كيتشكى، ولكن حنا كمكتب مديري بطبيعة الحال أول مقابلة ماشي كنا متعمدين أننا نديروا الغلاء ديال التذكرة ونحرموا واحد الفئة من الجماهير. فكنقول بأن غنجتمعوا كمكتب مديري غندرسوا هذه النقطة، لأن الهدف ديالنا الجمهور ماشي كنصطنعوا، كنقولوا من القلب ديالنا. نادي الرجاء الرياضي ما كنسولوا بلا الجماهير ديالنا، كنتسناهم يرجعوا. بطبيعة الحال هما الدافع المعنوي، هما الدافع المادي. بطبيعة الحال غنراجعوا هذه المسائل هذه، وغنحاولوا إن شاء الله، لأن أنا حنا ولاد الشعب بطبيعة الحال ما مسموحش لنا أن نقصوا أي فئة، ولكن راه عندنا التزامات. أنا اللي كنتفهم زعما صراحة كنتفهم الأحاسيس وكنتفهم القرارات ديال الجماهير، ولكن راه عندنا واحد الوضعية اللي زعما صراحة كما كتشوف عامين حنا بدون جماهير، لأن الجماهير ديال الرجاء كانت كتعطينا 2.5 مليار في السنة. في التقارير المالية راه كتاب مفتوح، كلشي عارفه. مني جا هذا العام هذا كنقولوا حتى سبونسور ملي كتمشي عند المحتضنين والمستشارين كيقول لك ما كاينش. حنا كمكتب مديري ملزمين باش ندبروا المسائل المادية ديالنا، بغينا ندخلوه في واحد المقاربة تشاركية مع الجماهير ديالنا، ولكن هذه المقاربة بطبيعة الحال غتكون فيها إرضاء الخواطر لجميع الأطراف باش ما يتم إقصاء أي واحد. وحنا هنايا هذه راه فرجة، هذه راه متعة، وهذا راه حق لجميع الجماهير، وغنلبيو الرغبة ديالهم إن شاء الله باش أنهم المقابلة المقبلة يكونوا العزيز العامري. شنو الدور ديالو عزيز العامري؟ المدرب الجديد عبد العزيز العامري الدور ديالو دابا السؤال اللي نجاوب عليه. سي عبد المدرب الجديد، المدرب الجديد، شي مؤشرات حول المدرب الجديد؟ والمدرب ان شاء الله في هذه الايام غيكون مدرب. كاينه لجنه تقنيه، لان ما مسموحش لنا كمكتب مدرب ما عندنا الصفه اننا نختاروا مدرب. فالسي كاينه لجنه تقنيه اللي كتكون من سي عزيز العامري، من سي رضوان حجري، من سي البكاري، سي المباركي، والسي باتريك، زائد افراد من المكتب المديري. غنشوفوا السير الذاتيه ديال المدرب ان شاء الله، الظرفيه اللي هي صعيبه اللي غنبدلوا فيها المدرب، وغنشوفوا المدرب اللي غيتناسب مع الظرفيه وغيتناسب مع العقليه ديال نادي الرجاء الرياضي، لان بكل صراحه ما نسمحش لنا في الخاط. خليني
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.